عايزه اروح معاك بقى قبل ما انتقل لنادي الزمالك، سريعا جدا تكلمنا عن اخر تطورات في ملف محمد الشناوي والعروض السعوديه اللي ابتدت ان هي تنهال عليه، وانه النادي الاهلي بنقول كده انه يمكن بيصارع الزمن سريعا جدا علشان نسمع عن التجديد التعاقد لمحمد الشناوي وكمان ارتفاع القيمه الماليه للتعاقد. هو طبعا محمد الشناوي المستويات المميزه اللي بيقدمها لفتره كبيره الحقيقه، مش لموسم او اتنين، يعني من اللعيبه اللي محافظه على مستوى لفتره كبيره جدا، ده بيخلي ان هو مطمع للانديه السعوديه. بنشوف الفتره الاخيره او اخر موسمين تحديدا في الكره السعوديه وكميه التعاقدات الكبيره مع النجوم بيغري كتير من الانديه انها تبقى في مركز حراسه المرمى. يمكن انا متابع للدوري السعودي في المركز ده رغم التعاقد مع كتير من الحراس الاجانب، منهم برازيليين، منهم من اوروبيين، عديد من الحراس، ولكن يبقى مركز حراسه المرمى من المراكز اللي محتاجه دعم في كتير من الانديه. عشان كده محمد الشناوي يبقى خيار مميز جدا لكتير من الانديه الكبيره في السعوديه. بنتكلم عن انديه كتير زي النصر، زي الاتحاد، طبعا دي طبعا بتخلي الانديه كتير بتبقى تسعى ان هي تتعاقد مع محمد الشناوي. النادي الاهلي بالتاكيد الموضوع بالنسبه له مش هيبقى سهل، ولكن طبعا الخيار الاساسي هو تجديد عقد محمد الشناوي في الفتره الحاليه ورفع قيمته الماليه، فبالتالي هيقدر يحقق استفاده كبيره جدا. ولكن على الصعيد الفني لازم يبقى عنده طبعا بدائل، وهو بالفعل عنده بدائل جيده في الفتره الحاليه. مصطفى شوبير برضو من الحراس اللي قدموا مستوى جيد في الفتره اللي شارك فيها، ما ننساش بطوله افريقيا الموسم الماضي. طبعا كل دي امور بتخلي حسابات مركز حراسه المرمى يعني برضو تبقى هي الاساس بالنسبه للجهاز الفني في الفتره الحاليه. رحيل الشناوي، هل هيبقى في بدائل؟ هل هيبقى في عندك الفتره اللي جايه؟ لكن بالتاكيد طبعا الحدث الحالي هو بطوله كاس الامم الافريقيه اللي ممكن تاجل شويه قصه يعني حسم التجديد. حسم التجديد في ولا النادي الاهلي مش هيفكر تماما في انه محمد الشناوي يرحل ويكون بيصارع زمن انه يجدد التعاقد وبقيمه ماليه اعلى بكتير؟ وبالتاكيد طبعا يعني فكره ان هو تجديد عقده دي تبقى من الخيارات المهمه جدا، ولكن ما ننساش حاجه مهمه جدا ان محمد الشناوي نفسه ابدى رغبته في ان هو يقود تجربه احترافيه. يعني هو نقل لمسؤولي النادي الاهلي فكره ان هو لا يعني اي لاعب بيكون عايز طبعا في مرحله سنيه معينه ان هو يخوض التجربه دي. صحيح. ده حق مشروع طبعا لاي لاعب، خصوصا في ظل تالقه بيبقى عارف انه في التوب فورم بتاعه فهيجي له اعلى عرض في التوقيت الحالي. طبعا صحيح بالظبط كده، يمكن دي نقطه مهمه، وخاصه احنا بنتكلم على عروض يعني ما يضاهي 6 أضعاف ما يحصل عليه من النادي الاهلي، فاحنا بنتكلم على مبلغ مش قليل. بالتاكيد انا كنادي الاهلي رغم ان انا احتفظ بنجومي ومش سهل ان انا اطلع لاعب خارج يعني اطار النادي الاهلي، لكن شفنا زي ما حصل قبل كده مع حمدي فتحي وجاله عرض الوكر القطري كان صعب ان هو يترفض في القيمه الماليه اللي كانت معروضه في الوقت الحالي. نفس القصه بالنسبه للشناوي، والشناوي بالمناسبه حصل على اكثر من وعد ان هو يتم دراسه ملف احتراف او فكره احتراف، فبالتالي يعني في مرحله ما اكيد مسؤول النادي الاهلي هيلبوا هذا الوعد او هيبقى في مرونه شويه في قصه نظر العروض اللي بيتلقاها الشناوي، لانها لا تتوقف. قصه ان مساعي الانديه السعوديه والخليجيه بشكل عام للتعاقد مع محمد الشناوي مستمره بشكل كبير، مستمرة طبعا باستمرار تالقه وتقديمه مستويات مميزه.